بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه هي الحلقة السابعة من حلقات تدريس مقرر مدخل الاقتصاد الإسلامي قصد 150، وكنت قد أشرت في الحلقة السادسة إلى حل المشكلة الاقتصادية، وبدأنا في النظام حل المشكلة الاقتصادية أو مواجهة المشكلة الاقتصادية في النظام الرأسمالي، وثانيا حل المشكلة الاقتصادية في النظام الاشتراكي والذي سنبدأ به هذه الحلقة، ثم ننتقل إلى حل المشكلة الاقتصادية في من وجهة نظر الاقتصاد الإسلامي. فيما يتعلق بحل المشكلة الاقتصادية في النظام الاشتراكي، اعتمد هذا النظام على جهاز التخطيط المركزي كأداة وحيدة لمواجهة المشكلة الاقتصادية، حيث قامت الدولة بالدور الأساس من خلال هيئة التخطيط، وذلك بوضع خطة شاملة تحدد الأولويات من السلع والخدمات التي ترى أهميتها للمجتمع، ثم يتم توزيع الموارد على القطاعات الإنتاجية بما يتناسب مع تلك الأولويات، وبذلك تتم الإجابة عن التساؤل الأول: ماذا ينتج؟ وتحدد الخطة بشكل واضح نسبة الموارد التي توجه للقطاع الإنتاجي لسلع الاستهلاك، ونسبة الموارد اللازمة لقطاع الاستثمار، كما يتم تحديد أسلوب الإنتاج لكل وحدة إنتاجية، وذلك بالاعتماد على عنصرين: العنصر الأول مدى توفر العنصر الإنتاجي، والعنصر الثاني مدى قربه من وحدات الإنتاج أو الوحدات الإنتاجية. وهو بهذا يجيب عن التساؤل الثاني: كيف ينتج؟ وأما عن كيفية قيام هذا النظام بتوزيع الناتج على طبعا الأفراد، فحيث إن الدولة هي التي تمتلك جميع عناصر الإنتاج، فإن عنصر العمل هو العنصر الوحيد، وهو المعيار الذي يتم من خلاله توزيع الدخل على الأفراد، أي أن نمط توزيع الدخل القومي يكون محددا سلفا وبناء على قرارات السلطة المركزية. ولهذا فمن الشعارات المتعلقة بذلك وهي المعروفة في هذا النظام: من كل حسب طاقته ولكل حسب حاجته، فيطلب منه أن يبذل ما يستطيع، ولكن لا يحصل إلا ما يحتاجه. وبهذا إذن يكون أشرنا إلى مواجهة أو حل المشكلة الاقتصادية في النظام الاشتراكي. ومن المعلوم أن النظام الرأسمالي والنظام الاشتراكي يتفقان في أن حل المشكلة بصفة نهائية لا يمكن حلها بصفة نهائية، ولكن يتم التعامل معها مع وجودها، وهذه تعتبر وسائل للتعامل مع وجود المشكلة الاقتصادية والتقليل من حدتها. أما بالنسبة لحل المشكلة الاقتصادية من وجهة نظر الاقتصاد الإسلامي وفي النظام الاقتصادي الإسلامي، فيتم ذلك عن طريق النقاط التالية. أول نبدأ في مقدمة قبل ذكر يعني أهم الركائز التي تقوم عليها سياسة الاقتصاد الإسلامي حل المشكلة الاقتصادية.
المقدمة إن مواجهة المشكلة أولا لا إن مواجهة المشكلة الاقتصادية لا تعني القضاء عليها بصورة نهائية، وذلك لأن هذا ليس في مقدور الإنسان، وذلك لأن ذلك ليس في مقدور الإنسان، كما أنه يتنافى مع سنة خلق الله للإنسان والكون، حيث جعل وجود المشكلة الاقتصادية حافزا على العمل وبذل الجهد من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية، وأن هذه المشكلة ستظل إلى قيام الساعة، لكن نوعية هذه المشكلة هي التي يختلف فيها الاقتصاد الإسلامي عن غيره، وأسبابها تختلف عما يراه غيره. وإذا لم تكن المواجهة يعني إذا لم تكن المواجهة تعني القضاء عليها نهائيا، فماذا يقصد بالمواجهة؟ المواجهة مواجهة المشكلة تعني اختيار المجتمع الأساليب المناسبة، اختيار المجتمع الأساليب المناسبة لتنظيم النشاط الاقتصادي، لتنظيم النشاط الاقتصادي بما يحقق مستوى ملائما من الرفاهة لأفراده، بما يحقق مستوى ملائما من الرفاهة لأفراده، وفي ظل حراسة القيم الأخلاقية الإسلامية. وبالتالي التعامل مع هذا يخفف من حدة المشكلة. ويختلف هذا ويختلف أسلوب المواجهة في الاقتصاد الإسلامي عن غيره، واختلف أسلوب المواجهة في الاقتصاد الإسلامي وفي نظام الاقتصاد الإسلامي عن غيره بأنه يضيف إلى جانب الوسائل المادية، بأنه يضيف إلى جانب الوسائل المادية وسائل معنوية ذات أثر بارز ومهم في تفعيل الوسائل المادية، وذات أثر بارز في تفعيل الوسائل المادية. وحيث إن النظام الاقتصادي الإسلامي يرى بأن المشكلة تتصف ب يعني بأبعاد عديدة وليست مختصة ببعد واحد، ومن تلك الأبعاد أنها سلوكية بالدرجة الأولى، أن من أبعادها أنها سلوكية بالدرجة الأولى، ولهذا فإن مواجهة المشكلة الاقتصادية تراعي تلك الأبعاد، ولهذا فإن سياسة الاقتصاد الإسلامي لحل المشكلة الاقتصادية تقوم على ركائز ثلاثة، الركيزة الأولى تنظيم سلوك الإنسان وتربيته من خلال التعاليم الإسلامية، تنظيم سلوك الإنسان وتربيته من خلال التعاليم الإسلامية، ومن ذلك مسؤوليته في خدمة مجتمعه ونفعه، وذلك ابتغاء ثواب الله تعالى، وذلك رجاء وابتغاء ثواب الله سبحانه وتعالى. ثانيا الركيزة الثانية تنظيم الإنتاج وتطويره من قبل القطاعين الخاص والعام، تنظيم الإنتاج وتطويره من قبل القطاعين الخاص والعام. والركيزة الثالثة تحقيق العدالة في توزيع الدخول والثروات، تحقيق العدالة في توزيع الدخول والثروات، وتقع المسؤولية في ذلك على الفرد والمجتمع على حد سواء، وتقع المسؤولية في تحقيق ذلك على الفرد والمجتمع على حد سواء. وفيما يلي شرح بإيجاز لأبرز عناصر تلك الركائز. يعتبر طبعا لو بدأنا من الركيزة الأولى التي يقوم عليها الحل، وتنظيم طبعا سلوك الإنسان وتربيته من خلال التعاليم الإسلامية، يعتبر الإنسان وحدة النشاط الاقتصادي، يعتبر الإنسان وحدة النشاط الاقتصادي الدافعة والمحركة لهذا النشاط، وهو وسيلة التنمية وهدفها،
ولئن كانت النظم الاقتصادية الوضعية اهتمت بالإنسان من حيث حاجاته المادية فإن الاقتصاد الإسلامي اهتم أولا بالإنسان وتربيته ورفع كفاءته، لأنه صاحب الحاجة ومستخدم المورد، لأنه صاحب الحاجة ومستخدم المورد ووسيلة التنمية وهدفها في نفس الوقت، ووسيلة التنمية وهدفها في نفس الوقت. ولهذا تتضح أهمية يعني قواعد التوحيد والاستخلاف والبعد الأخروي والذي سبقت الإشارة إليه على سلوك الإنسان وتصرفاته، وبخاصة دور العوامل النفسية والمعنوية التي مصدرها الشريعة الإسلامية في التأثير على المتغيرات الاقتصادية كالإنتاج والاستهلاك والتوزيع وغيرها. ولهذا يحرص الإسلام على تحقيق الأثر، على تحقيق الأثر الإيجابي لتنظيم سلوك الإنسان من خلال العلاقات التالية، من خلال العلاقات التالية. العلاقة الأولى علاقة الإنسان بربه، علاقة الإنسان بربه، والثانية علاقة الإنسان بغيره أو بمجتمعه، والثالثة علاقة الإنسان بالموارد الاقتصادية. فيما يتعلق بعلاقة الإنسان بربه، هذه العلاقة تعتبر المدخل الرئيس لعلاج المشكلة الاقتصادية، وتقوم على ضرورة الإخلاص لله تعالى والتوكل عليه في جميع شؤون الحياة. يقول صلى الله عليه وسلم: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. فهي تذهب في الصباح في الغدو وهي جائعة، وترجع وقت الرواح وهي قد امتلأت بطونها شبعا، وذلك مع بذل الأسباب، مع بذل الأسباب، لأن التوكل يقتضي بذل الأسباب. ومن وسائل تقوية هذه العلاقة أداء المسلم للعبادات على الوجه الأكمل، أداء المسلم للعبادات على الوجه الأكمل، والالتزام بتقوى الله سبحانه في جميع الأمور، فهي المخرج لكل ضيق قد يصيب الفرد والمجتمع. يقول تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، الآية. ويقول سبحانه: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ولقد ربط القرآن الكريم مباشرة بين الاستغفار وهو من الدعاء وبين سعة الرزق وحصول الرخاء. يقول سبحانه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، الآيات. وهذه العلاقة الأساسية لا تلغيض ولا تتنافى مع الأخذ بالأسباب المادية الاقتصادية والتنظيمية التي تسهم في حل المشكلة الاقتصادية. هذا فيما يتعلق باختصار علاقة الإنسان بربه. وأما عن علاقة الإنسان بغيره أو بالآخرين، فتقوم هذه العلاقة بين المسلم وأخيه، تقوم هذه العلاقة بين المسلم وأخيه عن طريق غرس مبدأ الأخوة الإسلامية بين المسلمين، عن طريق غرس مبدأ الأخوة الإسلامية بين المسلمين وفي نفوس أفراد المجتمع الإسلامي، والتي جاء الإسلام بتنظيمها كما قال سبحانه: إنما المؤمنون إخوة. وهذه العلاقة تتطلب العطف، تتطلب العطف والرحمة، عطف الغني على الفقير ومساعدته في اكتساب رزقه، وإسهام الفرد القادر بجزء، وإسهام الفرد القادر بجزء من موارده المالية وإمكاناته الفكرية في خدمة مجتمعه وأمته. ولذلك فمسؤولية القطاع الخاص بالاقتصاد الإسلامي ينبغي ألا تنحصر وألا تقتصر فقط في توفير السلع والخدمات وفق عوامل السوق فقط، أي وفق يعني قوى الطلب والعرض، بل لابد من مشاركة هذا القطاع بمؤسساته ومنشآته
في القيام بالأعمال الخيرية أو التطوعية التي تسهم في توفير مؤسسات خيرية وتجارية، في توفير مؤسسات خيرية غير ربحية لتقوم بدور هام في مواجهة المشكلة الاقتصادية على مستوى المجتمع. ولهذه الأخوة الإسلامية نتائج وأثار إيجابية، ومن نتائج ذلك عدم استخدام الفرد لموارده في الإضرار، عدم في الإضرار بالآخرين، عدم استخدام الفرد لموارده في الإضرار بالآخرين كالغش والتدليس والاحتكار وغيرها من أنواع الكسب الحرام ويسعى الاقتصاد الإسلامي طبعا من خلال هذه من خلال العلاقات بين أفراد المجتمع، من خلال غرس تلك العلاقات بين أفراد المجتمع، وذلك ببيان أحكام البيع مثلا، وذلك ببيان أحكام البيوع وشروط الإجارة والشركات، وبيان أحكام الشركات وغيرها. يسعى الاقتصاد ويهدف إلى تحقيق العدل في التعامل بين الأفراد من جهة، ودرء ما قد يحصل من نزاع بينهم الذي يلحق بالمجتمع بين أفراد المجتمع من جهة أخرى. وكما تؤدي تشريعات الإسلام المتعلقة بحماية أموال المسلم من اعتداء الغير عليه إلى توفير الأمن، إلى توفير الأمن والاستقرار الذي يعد ركيزة أساسية لنمو النشاط الاقتصادي، هذا فيما يتعلق، هذه إشارة ما يتعلق بعلاقة الإنسان بغيره أو بالآخرين. أنتقل بعد هذا إلى علاقة الإنسان بالموارد الاقتصادية، باختصار تقوم هذه العلاقة على مبدأين أو على يعني قاعدتين. المبدأ الأول علاقة تسخير، حيث إن الله سبحانه سخر جميع ما في هذا الكون لخدمة ونفع الإنسان، والأدلة في هذا كثيرة، منها قوله سبحانه وتعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، الآية، وقوله سبحانه هو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا، الآية. والمبدأ الثاني علاقة مسؤولية، حيث إن الإنسان مسؤول، عن الاستفادة من تلك الموارد، وحسن استخدامها، وعدم يعني إهدارها أو الإساءة إليها، سواء كان ذلك بتلويثها أو تدميرها أو غير ذلك مما يلحق الضرر بها من أجل زيادة المنافع، وتقليل المضار، إذن هذا فيما يتعلق بعلاقة الإنسان بالموارد الاقتصادية. وبهذا نكون قد أنهينا الركيزة الأولى من الركائز التي تقوم عليها سياسة الاقتصاد الإسلامي لحل المشكلة الاقتصادية. ننتقل إلى الركيزة الثانية. تنظيم الإنتاج وتطويره وتنميته من قبل القطاعين الخاص والعام. يمتلك الاقتصاد الإسلامي العديد من الوسائل والأدوات التي تسهم في حفز الإنتاج وتنميته كركيزة أساسية، في مواجهة المشكلة الاقتصادية، ومن أهم هذه الوسائل والأدوات ما يلي، أولا يعتبر
يعتبر الإسلام الإنتاج عملا دنيويا هاما وواجبا يثاب عليه المسلم. يعتبر الإسلام الإنتاج عملا دنيويا هاما وواجبا يثاب عليه المسلم. يقول صلى الله عليه وسلم: طلب الحلال واجب على كل مسلم. فالإنتاج وسيلة رئيسة لعمارة الأرض والاستفادة منها ومما تحتويه من موارد. يقول تعالى: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، أي طلب منكم عمارتها والبحث فيها والحصول على ما والحصول على الموارد التي تؤدي إلى إشباع حاجاتكم منها، ويتطلب ذلك التعرف على ما تحتويه وما من موارد وخامات. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو حيوان أو إنسان إلا كان له به صدقة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه أيضا حث وحفز للقيام بالنشاط الإنتاجي، وتحديدا هنا في مجال أو في مجال الزراعة. وقد رتب سبحانه الثواب على من يقوم بذلك إذا احتسب النية. ثانيا من الوسائل والأدوات التي تحفز على الإنتاج: نهى الإسلام عن كنز المال وحبسه عن التداول. نهى الإسلام عن كنز المال وعن حبسه عن التداول حتى لا تتعطل منافع الناس في إقامة المشروعات الإنتاجية، حتى لا تتعطل منافع الناس في إقامة المشروعات الإنتاجية التي تشبع الحاجات الأساسية. كما نهى عن الاحتفاظ بالأرض بدون استخدام، كما نهى عن الاحتفاظ بالأرض بدون استخدام، وجعل الإنتاج وسيلة لتملك الأرض، وهو ما يعرف بالإحياء، حيث قال صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي له. وذلك طبعا تحت تنظيم ولي أمر المسلمين. ثالثا من الوسائل والأدوات: شجع الإسلام الإنفاق الاستثماري الذي يؤدي إلى تنمية الإنتاج، وفضله على الإنفاق الاستهلاكي. يقول صلى الله عليه وسلم: لمن أراد وهم أن يذبح شاة تكريما للنبي أو وكراما للنبي صلى الله عليه وسلم، إياك والحلوب أي ذات اللبن. فأشار وأمره ألا يذبح ذات اللبن، وهذا فيه إشارة إلى المحافظة على المورد الاقتصادي واستمرار الانتفاع به وعدم القضاء عليه. ولهذا أيضا أثر ورد في الأثر: من باع منكم دارا أو عقارا قمن ألا يبارك له إلا أن يجعله في مثله. من باع منكم دارا أو عقارا قامن أن لا يبارك له إلا أن يجعله في مثله، إلا أن يجعل ثمن هذا العقار أو ثمن هذه الدار في شيء إنتاجي يشابهه ولا ينقص عنه. ورابعا، يتبنى الاقتصاد الإسلامي تقديم الحوافز للمنتج، يتبنى الاقتصاد الإسلامي تقديم الحوافز للمنتج، وذلك يتمثل في زيادة الأرباح من خلال آلية السوق التي تعمل على زيادة معدل الكفاءة الاقتصادية للمجتمع، وفي تخصيص الموارد التي تعمل على زيادة معدل الكفاءة الاقتصادية للمجتمع، وتتمثل في تخصيص الموارد، وذلك بإنتاج السلع والخدمات التي يحتاجها المجتمع من جهة، وتحقيق أهداف المنتج بزيادة أرباحه من جهة أخرى. وهذا ربما يفسر امتناع النبي صلى الله عليه وسلم أن يسعر عندما غلى السعر في عهده عليه الصلاة والسلام بالمدينة المنورة. وهناك طبعا أداة أو وسيلة خامسة تؤدي إلى تنمية الإنتاج، نؤجلها إن شاء الله في الحلقة القادمة، ونكتفي إذن بهذا في هذه الحلقة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.